تنظيم النسخة الأولى من اللقاءات المغربية الهولندية حول الماء هو فرصة لإبراز أدوار الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة في قطاع الماء وفق وزير التجهيز والماء نزار بركة، من أجل توفير حلول مستدامة لمواجهة التحديات المرتبطة بتنمية قطاع الماء في المغرب. تم تجميع العديد من الشركات المغربية الهولندية التي تريد الاستثمار في مجال الماء أو كذلك المساهمة في المشاريع الكبرى التي حددها جهة الملك في هذا المجال، لا بالنسبة لما هو مرتبط بسدود ولا بالنسبة لتحلية المياه ولا بالنسبة لمعالجات المياه العادمة. من جهتها أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا ليشاش خاينماخر أن بلدها والمغرب يواجهان تحديات كبرى في مجال الموارد المائية، مشيرة إلى أن هناك فرصا عديدة للتعاون بين البلدين. يمكننا تبادل خبراتنا والعمل معا لتعزيز الحكامة والتدبير المستدام للموارد المائية، فالمغرب يتمتع بخبرة طويلة في تدبير ندرة المياه وقد طور خبرات في هذا الميدان. هذه اللقاءات عرفت تنظيم ورشات ركزت على التدبير المستدام والفعال للمياه وإعادة استخدامها والاستغلال الأمثل للموارد المائية الجوفية سواء في مجال الشرب أو في الزراعة.